مساكم الله بالخير. يعني ما أقول لك اكتشفت شيء، لكن اضطريت أني أفصل الكاميرات على راوتر بروحه لأنه ضغط عليه، والراوتر تطفي فيه الواي فاي وتخليه لان دايركت، فيمشيك السيناريو هذا، يمشيك على فكرة بدون آي بي، يعني بدون آي بي أنا شابك والأمور تمام. مساكم الله بالخير. قبل الطقطقة على آيفون، خلونا نوريكم شوية منتجات قديمة على جديدة، على يعني ما اني قاعد اضبط المكتب، لازم تضبط المكتب. شنو في نوريكم؟ نوريكم قطع الامساك والام 2. يعني عندي هني من الاشياء اللي لاقيها ويندو سيرفر، شاريه بزليار اي باي بربع السعر. المهم هذا شنو، هذا ويندوز 10 برو. طيب خلينا نرجع لموضوعنا الاصل، ولا نوريكم الاس اس دي والهارد ديسك واجد، خلينا نوريكم الاس اس دي والهارد ديسك بعدين نرجع لل هي. راح ارتب لك الامور عشان تفهم فكره الساتا والامساتا والام 2، لان كل واحده لها حجم. يمكن بهذا الشكل ارتب هذه القطع، قطع ميني امساتا، يعني امساتا اقل نوع. الامساتا طبعا ثلاث احجام، الحجم هذا والحجم هذا وحجم اكبر فل امساتا. الامساتا هي مدخل من المداخل القديم، مدرسه قديمه كان موجود على لابتوبات الجيل الثالث والرابع والخامس، لكن الحين تحولت اللابتوبات الى ام 2، مداخل الام 2. هذه القطعه تركبها على الامساته الصغيره علشان تحولها بهذا الحجم، يعني هذه تركب هني بالشكل هذا فتحولها طويله. يعني الامساته من كثر ما هي عالم بروحها، انا كان عندي امساته 2 يو اس بي، يعني نحط يو اس بي داخل، يو اس بي 3.0 داخل الجهاز. ليش؟ لان انا كنت ابي الماوس، قبل ما كان في ماوس بلوتوث، فكنت ابي الماوس يكون داخل اللابتوب مباشره، فحاط اليو اس بي تبع الماوس داخل. ممكن تكون واي فاي، ممكن تكون ال تي اي، ممكن تكون مايكرو اس دي. شوف مايكرو اس دي 2 يسويهم ريد 0 ويركبون على الجهاز. الحين الامساتا العالم هذا انتهى، حل محل الام 2. الام 2 اقل حجم، اسرع وما يصرف طاقه. هذا مدخل الساتا. طبعا هذا الساتا 3، احنا وصلنا ساتا 3. ساتا 4 قريب جدا جدا، يعني ساتا 4 يمكن موجود على البي سي لكن لازم اتابع المؤتمر الحالي. هذا ساتا 3. الساتا 3 فيه من اس اس دي جيد، سرعته اعلى شيء تقريبا 560 550 او حتى 560، يعني اعلى رقمين ممكنين وما اجتمعوا، 560 ريد رايت. هذا الغبي المتخلف الغبي اللي هو الهارد ديسك درايف اللي المفروض ينتهي من زمان مو راضي ينتهي، هذا ايضا مدخل ساتا 3. هذا ايضا اس اس دي، شوف الوزن اخفف، ما يتاثر بالاهتزاز، ما يتاثر بالحراره، اسرع. هذا الصح اللي هو من زمان. طبعا الحين هذا صار ما له داعي لان عندنا NVMe PCIe 3.0 والاس اس دي اعلى من هذه السرعات. هذا 560 540 مثلا ريد رايت، الام 2 وصل 3700 و2800 ريد رايت، يعني حتى اعلى من الارقام هذه. هنا طبعا دبابيس الاجهزه، يعني اذا كان مهم هذا الامر، كل جهاز اخذ دبوسه وخليه هنا، صار عندي مجموعه من دبابيس اخراج الشريحه. بالنسبه لعالم الرامات، عالم اليوم توسع، يعني اليوم وصلنا دي دي ار 4 سرعات وصلت ل 4000 واكثر بعد. فهذه انواع من الرام تعرفها من خلال المساحه، اذا كان هو قديم ولا جديد، دي دي ار 3 دي دي ار 4 مساحات تحكم، والارقام طبعا. اغلب الانواع الزينه او المتوسطه، يعني الانواع اللي تمشيك وما تسبب لك مشكله مع الاجهزه حسب تجربتي، هي سامسونج. التوشيبا تجي بعد السامسونج. عندك وجهة نظر أخرى أنا أرحب فيها، كينغستون عندي، كل الأشياء الأخرى أنا أرحب، ما عندي مشكلة. أنا قاعد أقول لك تجربتي هي أن أفضل الأنواع الستيبل هي السامسونج، بعدين يجي التوشيبة، بعدين تجي الأنواع الخاصة للجيمينج اللي تشتريها بأغلى الأثمان. ودائما يكون في بجانب الرامات أرقام، كل ما قلت الثلاث أرقام اللي هو مثلا 12 12 12 كل ما تقل هذه الأرقام يكون الرام أفضل. هذه رامات السيرفر ECC، المفروض انها تكون ECC، اذا كانت بدون ECC ممكن تركب على السيرفر لكن راح تتعارض مع ECC، يعني لازم كل الرامات تكون ECC، وهي لمعالجة اخطاء السيرفر. ايضا في امر مضحك بان بعض انواع السيرفر ما تقبل هذا الرام، يعني هذا ما قدر يركب على نسخة T30 من ديل سيرفر، يركب على السيرفرات الاكبر. طيب هذا اخر شيء، انا طولت ما عليه. هذا الساتا 3 2 USB 3.0، فكرته وين صايرة؟ فكرة ان انت الهاردسك الغبي هذا طلعته من لابتوبك او من البي سي وركبت له SSD، بقى عندك الغبي، تركب الغبي هني وتستخدمه ك USB فلاش ممري مثلا. فكرة الفلاش ممري، مو فلاش ممري طبعا، راح يكون ساتا 3 USB. طيب يعني خلصنا هذا الجزء، عندي بعد هذه اللي هي 3.5 2 USB بلوتوث
مالت اتش تي سي، عندي ال 3.5 كليك. في والله مجموعه بس ما في وقت الحين، خليها بعدين. طيب وين وصلنا احنا؟ المفروض نطقطق على ابل. الفكره يا جماعه ان انا ما تابعت المؤتمر بفخر، يعني ما تابع مؤتمراتهم الا الطقطقه والفانية، لكن لان مؤتمرهم كان فيه كثير بالتقنيات الملفته بالحياه فما كان عندي وقت للمسخره مالتهم. لكن راح ارجع الحين اقرا نوت اشوف شنو يعني قديمهم وابلغ. اي نسيت شيء؟ اوكي جوجل، مساكم الله بالخير من جديد، شكرا لمتابعة كل اندرويدي، اهلا وسهلا بك في هذا الحساب المتطرف لاندرويد بكل فخر. نبدأ التالي. في زمن التقنية ومتابعة التقنية وجديد التقنية، اذا كنت متابع بشغف وتتابع كل جديد تعرف الشركات اللي تقدم الجديد وتعرف الشركات السارقة. في عالم اندرويد كل شركة تقدم تقنية محفوظة حقوقها، يعني مثلا اتش تي سي ثبات الكيرنل، قوة النظام، سوني قدمت اكسبيريا بلاي، قدمت مقاومة الماء مكبرين الصوت، قدمت السحب لل4K، يعني هي تقريبا اول شركة قدمت ان هاتفها يدعم الشاشة 4K عبر كيبلهم الخاص فيهم. فكل شركة عندها سبق، سامسونج عندها الشاشات والكاميرات، ال جي الكاميرا العريضة، اسينشال فون اول قذلة مع تحفظي على الموضوع، اتش تي سي اول من قدم ال 3.5 والتايب سي مع بعض للاوديو، ليكو اول من قدم التايب سي مكان 3.5، يعني حول 3.5 للتايب سي للصوت للحصول على هاي ريز. يعني في ظل هذا الطرب وكل واحد قاعد يعزف معزوفته يدش عليك طا 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 يدش عليك ابل، اللي بعده اخبل منه اصلا حقنا اصلا مجنوننا بال 66 سرق الكمنجة القديمة حقنا. مقدم لكم تقنية AR Augmented Reality اللي قدمتها ASUS بكل فخر قبل مدة، وتم استخدامها في المدارس على جهاز AR اللي هو ASUS AR 8 رام. ذاك الوقت 8 رام كان 8 رام قبل سنتين ونص تقريبا على معالج 821 ونزل في المدارس، وكانت تقنية ممتازة يتم استخدامها في التعليم، أمر قديم يعني. أصلا ASUS كانت تدري أن أبل وانتو بكرامة بعد سنتين ونص راح تقدم التقنية، فاسترقت التقنية اللي للحين ما قدمتها أبل وقدمتها قبل السوق بسنتين ونص بالتعاون مع جوجل اللي كان لها تابلت AR جاهز للمطورين قبلها بسنة، لأنهم هم يدرون أن أبل بعد سنتين ونص زاد سنة راح تقدم AR والخبول يصفقون لها. أنا والله عجبني المدير التنفيذي لجوجل سندار لما طلع بالمؤتمر بيتكلم عن تقنيات ثقيلة، يعني طلع قال يبا البرجر هذا مو الجبنة عندكم مشكلة وياها، عدلنا لكم الجبنة احتياطا، عدلنا لكم البيرة ويلا نشتغل، يلا يلا قدم لكم تقنيات الهائلة هذه. هو شنو الإفلاس؟ الإفلاس الحقيقي لما كل الشركات تقدم تقنيات وانت كشبيح مسكين بتدافع عن الشركة فتقول لكن انضجت، لكن هم قدموها بشكل أفضل. اوكي اعتراف ضمني انها مو أسبقية، واعتراف ضمني انها قديمة، اعتراف ضمني انها مو لهم، بس انضجت. اوكي شركتنا اصلا شركتنا وهو شاري الجهاز بعقد من الشركة مالت الاتصالات فصارت شركته، شركتنا احسن من شركتكم، شركتنا احنا، انا اتمنى ان تكون شركتنا يعني، بس انا مالي دينار فيها. وعيد انا نظامنا التافه اللي يمثل 20 تليفون تقريبا وصلت فيه نسبه التحديث الى ما ادري كم بالميه، واندرويد واصل 6 ما ادري 7%، اندرويد اللي يمثل اكثر من 220 الف نموذج. هذه ال 220 الف نموذج طبعا احصائيات 2013، هذه ما حصلت على التحديث الاخير لاندرويد اللي جوجل بيكسل يلا حصل عليه اللي توه نازل. احنا ما قدرنا على قوه تسريع هاردوير اندرويد ولا على تطبيقات جوجل الرهيبة اللي بدونها يخيس نظام iOS ولا قوة التحديث عند اندرويد وجوجل، ولكن قدرنا ان نلوي ذراعكم في موضوع ان اجهزتكم الكاملة تمثل اكثر من 220 الف نموذج موجودة بالقطار والساعة والجهاز والانتربرايز كمباني والاجهزة الغير قابلة للتحديث والاجهزة اللي موجودة عند الجيش الامريكي وناسا. ما قدرنا على هذا كله، قدرنا نحكمكم في 220 الف نموذج او اكثر حسب احصائيات 2013 مو قادرين تحدثونها، لا مو قادرين تحدثونها. فاصل ونرجع نتكلم عن أحلى بطاطا. عودة أخيرة اليوم شركة أحلى بطاطا تقدم لكم إيموجي، تقدم لكم إيموجي أو رموز تعبيرية أو إيموجي
والايموجي حقنا احسن من الايموجي حقكم، قدم لكم كفر ابو ارنوب. شركة احلى بطاطا تسرق التقنيات وتستخدم تقنيات اقل سعرا، يعني بعد ما تنزل اسعار التقنيات تستخدمها وتبيع لكم اغلى الاثمان، فهذا اللي خليها قاعد تربح اعلى ربح. وبطاطا بطاطا اللي موجودين الجمهور يصفق احلى بطاطا، يفتر ان الشركة ربحت على اخاه. مثلا شاشة سوبر امولود، الشاشة هذه ملك سامسونج. سوبر هو بروفايل، يعني هي الوان الصورة اللي مسويتها سامسونج فسمتها سوبر امولود، هو اسم فني. كيف انا مسميه مثلا عبد الرحمن امولود؟ سوبر امولود اسم فني. مثلا لما ون بلس استخدمت شاشات الامولود سمتها اوبتيك امولود، يعني غيرت الاسم مال سوبر لان مال سامسونج ما حد يقدر يستخدمه غير سامسونج. حتى الشركات اللي استخدمت سوبر ترى حاسبتهم سامسونج، فهو يقدر يكتب امولود. سوبر هي كلمة فنية لسامسونج. لما جت شركة طاطا بطاطا سمتها سوبر ريتنا. يا جماعة الخير، سوبر ريتنا هي الخطأ، يعني هي خلت سوبر مال سامسونج وما خلت امولود، سمت امولود ريتنا. يعني يا جماعة واصلين من الغباء التقني انهم يغيرون اسم امولود الى ريتنا. يعني سامسونج استخدمت شاشات سوبر امولود الخاصة بها من ايام العصر الطباشيري، ذاك الوقت كان عندها طباشير ملونة. اغلب التقنيات اعد ما اخلص، لو اعد اليوم راح تنام انت تسمع السناب سناب لما تنام، ما راح نخلص من كثر التقنيات اللي تم تبنيها من الهواتف المحترمه اللي تبنت اندرويد اوبريتنج سيستم. ولكن رساله اليوم، لا تجعل طاطا بطاطا يخرب سيمفونيه التقنيه. واراكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني ما مزمزنا عليهم عدل بعدين.